تحت شعار نحو مسرح عربي جديد ومتجدد، تواصل الفرق المسرحية المشاركة في مهرجان المسرح العربي في العاصمة الأردنية عمان عرض أعمالها المسرحية المتنوعة التي تمتزج في قالب ثقافي وكوميدي تثقيفي. تحت شعار ظلال الحب والحرب، بدأت فرقة المسرح القومي من دمشق عرض مسرحية كيمياء على خشبة مسرح الحسين في عمل يكشف المشاعر الدفينة والعميقة لدى الشعب السوري. فبالرغم من جرعات التفاؤل والطاقة الموجودة لدى الجمهور السوري، إلا أن الحزن موجود بسبب الحرب. وعلى مسرح الشمس في عمان اتجهت الأنظار نحو عرض مسرحية خرافة من تونس، عمل فني يحكي قصة مأساة إنسان فارق الحياة في وقت كان يرغب في معرفة المعنى الحقيقي لحياته، فيهرب من واقعه ليجد نفسه في واقع آخر غريب عن موطنه وغريب عن ذاته التي لم يجدها، حالة تدخله في دوامات وإشكالات. فقدنا معدن الحب، التسامح، الصدق، الأخوة، كلها تكاد تتلاشى في منظومة العولمة، ما تسمى بالعولمة. وفي عمل آخر على خشبة مسرح هاني صنوبر، قدمت فرقة المسرح المفتوح من المغرب مسرحية النمس التي تجسد شخصية تجد نفسها في حالة شبه انفصام بين الواقع والافتراض، كشخص منعزل لا يملك الجرأة على المواجهة ويجد ضالته في العالم الافتراضي. العمل المسرحي يتحدث عن الثورة التكنولوجية المعاصرة والقيم التي أصبحت تفسدها على سواء على الأفراد وعلى الأشخاص وعلى المجتمعات وعلى الأسر بالخصوص. تمتزج مسرحية النمس بين الكوميديا والعالم الحقيقي الذي تعيشه البشرية في زمننا الحاضر، فيما شارك في عرضها مجموعة من الشباب ذوي كفاءات عالية، ليحقق العمل غايته المنشودة نحو مسرح يتسم بالتنوع والجمال. جلسات فكرية وورش فنية وملتقيات أدبية وعروض مسرحية، هذا ما شهدته العاصمة الأردنية عمان مع انطلاق مهرجان المسرح العربي. لأخبار دار محمد الجنيدي